رابطة تبدل أو تغير في الآونة الأخيرة تحديدا من أسبوعين لحديد هلأ، ربطا بإسقاط حزب الله مسيرات هرمز 450 هرمز 900، وأيضا المحاولات، صار في 3 محاولات لإسقاط طائرات حربية إسرائيلية. ما راح أسألك لأنه هذه معلومة صعبة جدا استحصل عليها، الإسرائيلي بينشر تقارير دائما عن نوعية الأسلحة التي يمتلكها حزب الله، بس الواضح جدا أن هناك رسائل جوية يحاول إرسالها حزب الله بأنه هناك مفاجآت ربما ليست في الحسبان الإسرائيلي. كيف يعني هذا التهديد الجوي يفيد المقاومة ولا حتى بيزيد الخطر على يعني اللي كنت عم بذكره قبل شوي، التأكيد حجم الخطر الذي يشكله حزب الله وضرورة ضربه؟ هلا الحزب يعبر عن نفسه، هلا انا كشخص اكيد لا نحن عم كمقارب بحب شير أن ما تبقى للجيش الاسرائيلي كما نقول دائما هو سلاح الجو. اذا تمكنت من تصدي لسلاح الجو الاسرائيلي انتهت اسرائيل. المناورة البرية شفنا قدراته فيها، على المستوى البحري ما في فعالية حقيقية، وعلى كل حال كمان نحن في لبنان لدينا تجربة مع البحر مع الإسرائيلي، لم يتبقى ولا يعني البوارج والزوار الإسرائيلي حدا شافها قرب شواطئنا حتى الآن، وبيبقى سلاح الجو الإسرائيلي. سلاح الجو الإسرائيلي ينبغي الاعتراف أنه واحد أقوى أسلحة الجو على الإطلاق في العالم. شايف أنا من في معلومة في أحد الطلاب الباحثين ولعله مش عارف ضابط أو كذا، عمل بحث ووصل لمعلومة لافتة أنه الأف 35 التي باعها الأمريكيون لعدة دول في العالم من حلفائهم، الأف 35 ما بتطير من المطار دولة حليفة مثلا إيطاليا يابان ما بعرف مين إلا بكود من الولايات المتحدة، يعني بيتواصلوا مع الأمريكان ليعطون كود للطيارة تطلع مع استثناء وحيد الإسرائيلي. F-35 الإسرائيلي لا تحتاج إلى كود خاص أمريكي حتى تنطلق، هذا بناء على رأي باحث. هذا بيشير إلى حجم يعني الرعاية الأمريكية والاحتضان لسلاح الجو الإسرائيلي، لأنه هو بيأمن الهيمنة الإسرائيلية على المنطقة. لذلك في الحالة اللبنانية جدا 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 مهم ما يحدث، البعض يمكن ما يعرف قيمتها. انت لما عم تقدر تسقط مسيرات باهظه الكلفه، بالمناسبه تكلفه توازي كلفه الطائره الحربيه العاديه، هي طائره حربيه عاديه ولكن دون طيار بكل بساطه، بس لتوفير يعني ضحايا من الطيارين، لانه في طيارين كانوا اسروا. وهلا عم نحكي عن اطلاق صواريخ تشكل تهديدا عميقا لسلاح الجو نفسه الاسرائيلي المأهول، يعني اللي فيه طيار، فيما لو أصيب الطائرة مع طيار وأسر الطيار هذا بيغير مسار الحرب بشكل كامل. بيغير مسار الحرب. سؤالي إنه هذا التصعيد، ما نحن دائما عم نرجع على الفكرة الأساسية إنه أي خطأ في الحسابات أو أي يعني عملية ينتج عنا نتيجة مختلفة بتؤدي إلى تدحرج الأمور. التدحرج هو يعتدي، نحن عنا بحسب بعثة لبنان في الأمم المتحدة من قبل فترة أرسلت عملت دراسة قدمت ل مجلس الأمن أنه هناك 30,000 خرق إسرائيلي من 2006 حتى اليوم في لبنان. أنا ما مهول. أكيد. أنا نستكمل يعني أنا مش طبعا مش عم نشكلك أنت، يمكن إحنا متفقين. لا. بس عم بحكي مع بعض الأشخاص. 30,000 خرق إسرائيلي لازم يستفزك، يعني ما يفترض صيغة السؤال تكون شو بعمل علاجا لهذا الخروق لأغلب جوي، مش إذا كان التصدي للاعتداء على سيادتي بشكل علي خطر ولا لا. أكيد في حكمة بالتصرف أظن. هذا اللي عم بسأل. وأنا بعتقد موضوعيا يجب الاعتراف أن هناك حرفية عالية جدا جدا في إدارة الجبهة، حرفية عالية، نتحدث عن معركة هائلة ومصيرية. بالمناسبة رئيس قسم العمليات السابق بالموساد يعني بس يفلوا بيحكوا بيطلع بيقول من أيام بقراله أنه ما يجري على الجبهة اللبنانية خطر وجودي مش استراتيجي، صرنا بمرحلة أعلى وجودي، يعني وجودي يعني تخصيص كل موارد الكيان والدولة للتصدي له، يعني في رأي وازن في مكان ما أنه خطر وجودي. نحن بإمكانات بهذا الحجم اللي حكينا عنه قبل شوي وبحدود بهذا الحجم، قواعد اشتباك عم نحاول نخليها عسكري وعلى خط الجبهة فقط إسنادا لغزة وحماية للبنان، عم وصلناهم يقولوا هذا خطر وجودي، هذا يجب أن ترفع له القبعة بالمعنى العسكري، يعني يجب أن ترفع له القبعة. الإسرائيلي عم بيضل يعني يطلع طيرانه، بالنتيجة هذا بده حل، بس تقنيا نقول حتى تقنيا هي ليست عملية سهلة، يعني من ناحية تقنية بحسب ما نعرف، أنا اختصاصي أنه حرب، يعني الطيارات متطورة بهذا الشكل سعرها أكثر من وزنها ذهبا، لدي حجمها سعرها غالي، إسقاطها من خلال منظومة دفاعية يحتاج إلى قدرات كبيرة ويعرفها الإسرائيلي، وهو يصرح أحيانا نحن نعرف من الإسرائيلي ماذا يجري لدينا، المقاومة تتكتم، عم نحكي عن منظومات رادارية تعمل إطباق على الطائرات. هو على فكرة مش بس إطلاق صواريخ، أحيانا بيكون هو فتح، ماني لست خبيرا بس بمعنى فتح منظومات رادارية الإسرائيلي بيلتقطها ثم يتم إطفائها بسرعة، فبتعمل إرباك كامل للسلاح الجوي الإسرائيلي ومعش بيطلع فوق الأراضي اللبنانية أو بيعلي بيروح على ارتفاعات عالية، أمر الذي يصعب عليه تعقب ما يجري فعلا على الأرض.
يضاف لي أن أنت ضربت كل شيء اسمه عيون ومنظومة تجسسية وأدوات رصد مشهورة الماضية. هيك قدروا بصربيا سقطوا الطيارة المشهورة اللي بعدين 1917 بالكوسوفو 1999 الروس نزلوها مثلا. هذه تجربة عمل عنا فيلم لاحقا بالضبط. هذه للمشاهدين منيحة. بال 1999 بحرب كوسوفو قام الناتو بالتحديث سلاح الجو الأمريكي بهجومات هجوم جوي هائل على الصربيين. الروس يبدو دخلوا مجموعة وكانت الأيقونة F-117 الطائرة الخفية. كيف F-35 هلأ كان في F-117 وأسقطها الروس ونتذكر صور ركامة على الأرض. فتؤدي لتغيير كبير. هي رسالة كبيرة. هذا اللي بسأله أنا يعني بالتأكيد الإسرائيلي لا يكترث لأي يعني قرار دولي ولأي يعني ما للقانون إلى آخره. إذا سقط له طيارة شو بده يعمل؟ أنت ضربت له الوسيلة الأساسية اللي هو معتمد عليها للقيام بعدوان محتمل. بس أنا عم بسأل أنه أوكي لك الحق بأن تستخدم كل الوسائل للدفاع عن نفسك في ظل وجود عدو لا يكترث إلى حتى قرارات يعترف بأنه هو موافق عليها، والخروقات الجوية أكبر دليل على ذلك. أنا سؤالي بالمطرح الثاني أنه ما أخشي كمان حتى بخوض الحروب وخوض المعارك، وهذا ما حتى يعني يعترف فيه لحزب الله من أعدائه وأيضا من المقربين، لأنه هو يدير المعارك بحكمة. سؤالي لك أنه هل تعتقد أنه لدى حزب الله النية أو الرغبة بأن فعلا يسقط طائرة حربية، أو هو ربطا بالتصريحات التي صدرت عنه أنه لأنه كان في محاولة مستمرة من الإسرائيلي بآخر فترة لإخافة الناس عبر الخروقات الجوية أو عبر جدار الصوت، فهو يبعد هذا الخطر لتريح السكان أو ربما لخلق نوع من الطمأنينة؟ نحكينا نحن بأول الحلقة أنه في 29 امرأة لبنانية قتلت و12 طفل لبناني. موضوع الأطفال لا يحتمل، وبالتحديد أنا بضل بذهني صورة الباص الأطفال اللي استهدفوا الإسرائيلي، وشفنا أطفال لبنانيين أبرياء كلهم دم. هذا المشهد ينبغي أن يدفع اللبنانيين أكثر للضغط على المقاومة لاستخدام هذا السلاح، هذا أولا. ولكن أنا ما عندي معلومات، ولكن ما أقوله هلا في آراء في هذا الموضوع، في آراء. ولكن إذا كانت المقاومة اللبنانية لديها القدرة الفعلية على إسقاط طائرات، فهي قد تحدد وقتا مناسبا في حال صار في تصعيد كورقة مؤجلة. ولكن قد يكون من المفيد الآن تخفيف أثار سلاح الجو الإسرائيلي، بمعنى إبعاده وخليه يضرب من وراء الأفق أو من وراء فوق البحر أو من وراء الحدود، ما يطير يقرب، لأنه كل ما قرب وكل ما كان عنده حرية حركة أكبر هو في ضحايا أكثر. البعض قال أنه الضربات الأخيرة التي وجهت إلى طائرات مقاتلة حربية مأهولة إسرائيلية، يعني صواريخ أطلقت بحيث ما تسقط الطيارة، يعني هي مجرد لإبعادها مش أكثر من هيك، لأنه يبدو في منظومة جيدة للدفاع الجوي. فبيصير هو قرار والإسرائيلي بيفهمها، فهي فقط رسالة. عشان هيك الإسرائيلي عم بيصرخ، ما هو ليش رايح جاي عند الأمريكان؟ إنه بدنا شيء. لأنه التفت مثلا بغزة صار في إنهاك كبير على مستوى المدرعات الإسرائيلية، اليوم عندهم أزمة كبيرة على مستوى سلاح التدريع، ما شو بدهم يعملوا. فلما تحكي عن حرب على لبنان يعني حكما بدهم ضخ من الطائرات. لنفترض في دفاع جوي فعال وأنت أسقطت عددا من الطائرات الإسرائيلية، بالمناسبة الإسرائيلي بيخاف لما يستشعر الخطر، بيخاف الطيار ما عادش بيطلع، يعني هو أداء الطيار بيصير أداء مختل، شو بيروح لدرونز أو طائرات بدون طيار ما كمان أنت أسقطتها، فأنت عمليا ربطته. ولذلك هو يصرخ. ما هو لماذا يصرخ؟ لأسباب موضوعية حقيقية، أنه ما عارف شو بده يعمل بالتحديد. هو من ناحية بده يطول بغزة نتنياهو، يعني مصلحته يطول بغزة إلى حين، بينما بالجبهة اللبنانية تشكل على ضغط كبير، والجبهة اليمنية وغيرها تشكل ضغطا. هذا المحور.